اروح للخبر التاني، مصيبة برضو، مصيبة. الخبر التاني المضحك المبكي والله العظيم، يعني تسمعوا الخبر كده تقول يا راجل ده بجد. انا اللي عايزه اتكلم عنه انه بصوا، الخبر الاول كان في كمية جهل كبيرة، ما نقدرش ننكر ده. في ناس يمكن فاهمه المواضيع غلط وقيل عن قال وحاجات غريبه بتوصلنا لانه في جهل يا جماعه في الموضوع وفي فتي بيحصل. والخبر التاني برضو مرتبط بالجهل والفتي، انه في ناس كتير بتفتي. ست كبيره اسمها عواطف جالها نوبه سكر، غيبوبه سكر سوري. اهل البيت، هي عايشه مع اخوها في نفس البيت وهي كبيره في السن يا عيني وتعبانه وعندها سكر. الست دي تقريبا 70 سنه. لما دخلت في غيبوبه السكر جابوا لها الاسعاف، المسعفين قالوا لهم ان دي غيبوبه سكر وماتت، ان هي دلوقتي في سكرات الموت فهي كده كده هتموت. وقالوا لها، قالوا لاهلها واهل بيتها انه ما تعذبوهاش وتمرمطوها وتودوها المستشفى ومش عارف ايه والكلام ده. واهل البيت قال خلاص هي كده في سكرات الموت فهي بتموت، واعتمدوا ان كلام الاسعاف ده صح، كلام المسعفين هو الصح. قال لك هو احنا لسه هنروح المستشفى ونطمن ومش عارف ايه، خلاص. تعالوا نشوف اول حاجه الفيديو، الراجل اللي قال الحدوته اللي حصلت وقال لنا تفاصيل كتير، اتفضلوا. عرفتوا ليه بقول لكم المضحك المبكي؟ تخيلوا، شفتوا الست عندها كام سنة؟ 70 سنة. انتوا متخيلين؟ والله العظيم انا لما كنت بتفرج انا ضحكت. ليه؟ دول وجبوا معاها، وجبوا وحطوا قرآن ودخلوا في مود ان الست ماتت، كان ناقص بس يوزعوا الورث. انتوا متخيلين؟ اللي هو البلد كلها عرفت ان الحاجة عواطف ماتت، وربنا يجازي. اسمها أميرة، أم أميرة الممرضة تقريبا اللي هي قست لها السكر، قالت لهم يا جماعة دي مش ميتة، مش هتموت، دي اسمها غيبوبة سكر ومحتاجة محاليل. حطوا لها محاليل، الحاجة رجعت للحياة تاني. ويعني تخيلوا واحدة نايمة حطوا لها محاليل، صحيت سمعت القرآن والناس واخدين العزاء، خلاص. هنا برجع لنفس النقطة، الجهل. ليه نوصل للمرحلة دي؟ ده كل ده عشان ما ناخدهاش المستشفى ونتأكد. انتوا عارفين ان المشايخ في المسجد اعلنوا في الميكروفون انه الحاجة عواطف ماتت، وعياط وصويت بين اهلها وناسها. جابوا اللي بتغسل، المغسلة، كانوا بيحضروا كل حاجة وحضروا الكفن وحضروا كل حاجة يا جماعة. قال لك دي في سكرات الموت وخلاص هتموت دلوقتي، هنخسر ايه لو خدناها المستشفى يا جماعة؟ والنبي، والنبي الفتي، بس ما نفتيش. ومشكلة انه مثلا حد سمع حد فقال لحد فايه حط البهارات بتاعته، فعارفين بتتبهر. كان ناقص بس والله بس يوزعوا الورث، تصحى الست كده تقول لك ايه وزعت الورث، طب انا نصيبي فين؟ الست عايشة. ما اقدرش انكر انه في حالات على فكره قبل كده حصلت انه حقيقي في ناس وصلت قبرها، يعني ربنا ستر على الحاجه عواطف. شكلها مامتها الله يرحمها دعت لها في ليله القدر، ما شاء الله عليها يعني بصحتها الست اهو، شفت الفيديو بتاعتها. يا رب اعيش نص عمرك يا حاجه عواطف، ويا رب يطول عمرك يا رب.